الأخير برصيد نقطة واحدة. كل الاحتمالات واردة في هذه الجولة. حراسة المرمى هنا تشكيل توجو جامبول بالو المدير الفني يدفع قرعة ضربة البداية لأحداث الشوط. وأورو أجورو في الأمام المهاجم طبعا أورو أجورو إسماعيل أورو أجورو بينما فينسون ربع النهائي أطلق محمد معروف سافرته وأعلن عن انطلاق في نفس توقيت هذا اللقاء أمام المنتخب المغربي. جامبول أبالو جامبول أبالو تسديدة أولى تأتي الآن للمنتخب برور من جانب سافين شوتي يلعب عرضية وهذه تسديدة لكن سهلة في متناول الحارس على الطاير حاول فيها هاكيزي مانا صاحب القميص رقم 10 في تشكيلة المنتخب فني منتخب توجو وهذه كرة عالية تبعد تعود من جديد فيها ضربة رأس وصلت سهلة يعطي الإذن بالتنفيذ الركلة الحرة رأسية مرت خارج المرمى ضربة رأس لكن مرت خارج المرمى ضربة الرأس المنتخب الرواندي فينسون مشامي خطيرة الآن لمنتخب توجو بالعرض ملعوبة هذه رأسية ومحاولة من جديد ومرور وفرصة للتسديد والتسديد البعيدة مرت خارج المرمى أميكوجي التسديدة من بعيد من جانب أميكوجي لاعبي المنتخب التوجولي وهذه الهجمة السريعة للمنتخب توجو تمريرة في الأمام فيها فرصة لكن مخطوفة للدور ربع النهائي خرج من دور المجموعات في النسخة الماضية وهنا طبعا المشاركة الرابعة لمنتخب رواندا وإنذار أول لعبت عالية في الأمام بتمريرة في الأمام والحارس أيقبا قبل الجميع الماضية على منتخب أوغندا هذه محاولة مرور وركنية أولى تأتي الآن في المباراة لمنتخب رواندا ركنية أولى بتأتي الآن لمنتخب رواندا باستلام وانطلاقة تأتي الآن من جانب منتخب توجو فرصة للتسديد والتسديد مرور ومحاولة وكرة خطيرة لكن خارج المرمى من جاك تويسينج القائد جاك تويسينج بيضيع فرصة لمنتخب رواندا كان قريب المنتخب الرواندي من افتتاحنا وصلت إلى إيمانويل إيمنشيفي تسديدة قوية والحارس أيقبا يتصدى بمنتهى البراعة تصدي ممتاز من جانب أيقبا حارس مرمى منتخب توجو في 25 دقيقة الآن مرت شوف التسديدة البعيدة أيقبا على طول لا يأمن هذه الكرات وركنية رواندية الآن لعبت قوية فيها ضربة رأس بين على القائم القريب ومرة أخرى ركنية دافين شوتي في الأمام تخذ على اليمين عرضية خطيرة فرصة وضربة رأس المغرب أربع نقاط توجو طبعا أربع نقاط بالتعادل وأوغندا أربع نقاط الآن وبالتالي تأتي الآن من جانب منتخب رواندا مراوغة ومرور وكرة بالعرض خطيرة على القائم القريب التشتيت إلى ركنية في اللحظة الأخيرة مباراة بالتعادل وانتهت مباراة أوغندا والمغرب بفوز أوغندا خطيرة كرة تبعد إلى خارج الملعب وهذه محاولة للمرور من شاتا كورة خطأ موجود على منتخب توجو خطأ على شاتا كورة المغرب نشوف يعني لا يزال متبقي كثير من الوقت لكن النتائج المسجلة حتى الآن تجعل الأمر طبعا
وانطلاقة تأتي الآن من شتى الكرة، تمريرة في انفراد، في هدف أول يأتي الآن للمنتخب التوغولي، أول أهداف اللقاء للمنتخب التوغولي بعد التمريرة ذهبية من جانب شتى الكرة إلى اللاعب أنانين اللي سجل هدف جميل في اللقاء الماضي أمام منتخب أوغندا. هنا يضع المنتخب التوغولي في المقدمة في النتيجة ويسجل أول هدف اللقاء، هدف يأتي بعد مرور 37 دقيقة على انطلاقة الشوط الأول. إذا منتخب توغو يتقدم الآن بأول الأهداف. هاتوا خد جميلة ما بين ناني وتشاتا كورة وخروج خاطئ من جانب الحارس كيزيرا، صعود أخرى طبعا للفرص الأفضل لمنتخب زامبيا اللي هيلعب مع منتخب ناميبيا اللي بيلعب بدون أمل في الجولة الأخيرة. إذا توغو هذه كرة عالية في الأمام، لعبة قوية، جول، هدف التعادل يأتي الآن لمنتخب رواندا. التعادل يأتي عن طريق أوليفيه نيونزيما، يسجل بضربة رأس في الدقيقة الأولى من زمن الوقت المحتسب بدل من ضائع. تصبح النتيجة 1-1، لا وجود للتسلل في لقطة الهدف. هنا الإعادة من جديد، نيونزيما بالفعل قادم من موقف شرعي وهدف صحيح ولا غبار عليه، والتعادل 1-1 الآن قبل أن ينتهي الشوط الأول. مقطوعة عادت إلى أيكبا ومباشرة في المرمى، لكن مرت بعيدة كرة هاكيزي مانا. فيها فكرة من جانب هاكيزي مانا، أراد إرسال كرة مباشرة في المرمى، لكن انطلاقة تأتي الآن من جانب إسماعيل أورواجورو دخل منطقة الجزاء، عدى وفات، خطيرة، جول يأتي الآن لمنتخب توغو. الهدف الثاني يأتي الآن لمنتخب توغو، البديل بلال أكورو يسجل الهدف الثاني للمنتخب التوغولي. عمل رائع من جانب أورواجورو، إسماعيل أورواجورو مهاجم المنتخب التوغولي، عدى وفات واخترق الجهة اليمنى الدفاعية للمنتخب الرواندي ودخل لمنطقة الجزاء وأرسل تمريرة بالمليمتر على قدم البديل بلال أجورو، لا يتوانى عن تسجيل ثاني الأهداف للمنتخب. عرضية عالية، خطيرة رأسية، جول، جول التعادل، سريعا سريعا يأتي التعادل للمنتخب الرواندي. أي لحظات مجنونة الآن في هذه المباراة. جاك تويسينج يسجل هدف التعادل بعد أن جاء الهدف الثاني للمنتخب التوغولي بدقيقة واحدة فقط، يدرك المنتخب الرواندي التعادل عبر قائده جاك تويسينج. صارت 2-2 النتيجة الآن، وهنا العرضية المثالية والارتقاء النموذجي من جانب جاك تويسينج القائد. عرضية أومبو خطيرة، فرصة فرصة فرصة، جول، جول للمنتخب الرواندي. البديل سجيرة، مر وعدى سجيرة وسجل الهدف الثالث للمنتخب الرواندي. المنتخب الرواندي يقلب الطاولة الآن على المنتخب التوغولي. رواندا تتقدم الآن بثلاث أهداف مقابل هدفين، وفرحة كبيرة للجماهير الرواندية المتواجدة في ملعب المباراة. لحظة إعادة الهدف لجاك تويسينج، أتت هذه الهجمة بتمريرة داخل منطقة الجزاء واستلام من سجيرة ومرور من أكثر من لاعب وبعد